بزاف الجرائم وماشي غير الجرائم، كاينين جرائم بزاف، كاين اللي كيقتل امو، كاين اللي كيقتل اختو، كاين اللي كيقتل باه، لان هادشي كله خصهم ضروري يدير لهم شي للطبيب باش يتعالجوا، ما يبقاوش كيديروا هادشي هذا، لان الا بقات هادشي كلشي كيبقى يتزاد، الاجرام كيبقى يتزاد، الناس ولات كتخاف على ولادها تخرج تسخر، كتبغيهمش كاع يمشيو يتسخروا، علاش كتقول لك انا غيشدها شي واحد غيغتصبها، بحال هذيك ديال طنجه اللي اغتصبوه حتى هو مسكين مازال صغير، شنو دار؟ ضيعوا في شبابه مسكين توفى وخلاه، من الاحسن يديروا لهم شي حاجه، من الاحسن شي طبيب باش تعالج بنادم ما يبقاش هكا بزاف بزاف. انا واحد من عائلتي، واحد من عائلتي هو مريض هكا مسكين، ولكن هذاك يعني مرض نفسانيا يعني ماشي يتقلقوا بولاده، ولكن دابا هما يسحبوا من داك الفانيد انهم كينشطوا الدماغ، ولكن راه مع المده راه كيحمقهم كيخليهم متلعين في الزنقه، ما كيشوفوش العواقب وما كيشوفوا غير داك الشيء اللي باغين هما، غير الفرحه اللي غتفرحهم داك الساعه، داك العشر دقائق ولا ساعه ولا ساعتين المكان، ولكن العواقب راها كبيره بزاف، وراه كدمر بزاف ديال الناس، وكتدمر كاع عائلات، عائلات كلهم كيتدمروا على هذا الشيء هذا. وكنشكركم بزاف وسمح لي يديروا مستشفيات باش يتعالجوا هاد الناس هادو، وما يبقاوش ان انت كتشوف واحد كيقتل واحد، واحد كيقتل با، واحد كيقتل مو، بزاف على هذا الشيء. الظاهره دابا اللي ولاو دابا الوليدات كيقتلوا والديهم، دابا المشكل وهو بنادم كيستعمل الفانيد، كيكثر الفانيد، ودابا المشكل وهو الفانيد خصو يتقطع في البلاد باش الناس ترجع لها عقلها، حيت دابا الناس، دابا الدراري الصغار كيتبلاو في المدارس وكيتبلاو في الحومه ديالهم، في الزناقي ديالهم، هذا كيزعم هذا، واصلا هاد البلاد راه ما بقى فيها ما يدار. بالنسبه ليك انت اه كيفاش كتصور ان الانسان توصل به الجرأه بحال حكم كناس وقبل منه في كازا؟ في كازا هذاك راه كارثه، هذاك اللي قطع الام ديالو راسها، هذاك راه كارثه، هذاك راه بقات فينا ديك الام بحال الام ديالي، واش فهمتيني اخويا؟ وصلات به الجرأه، هذاك الحقد، ويقدر يكون مستعمل شي مخدر بحال فهمتي الفانيد ولا الشراب ولا حشيش، دابا هادشي هذا ولا هو اللي كيخرج على الشباب، وخاصهم يديروا شي حل، الحكومه خاصها دير شي حل. خاصنا سبيطارات، خاص بنادم يتعالج، خاصهم ما دايرينش، كتمشي كتبغي تعالج كيقول لك ضروري خاصك تخلص، دابا كاين اللي مبلي وما عندوش باش يتعالج، كيمشي وكيبقى كيرجع للبلي عاوتاني، كيرجع للحبس ولا كيرجع. يعني ظاهره الادمان خاصها العلاج. خاصها العلاج، خاصها العلاج، وهادي راه هاد البلاد هادي راه بنادم ما كيضيع فيها والله، زعما الشباب اللي ما قراش. شي يعاون شي، خاص ضروري الشباب شي يعاون شي، شي واعي شي، بصح خصنا نواعيو باش ما توصل، باش ما توقع على كارثه لا والو. احنا كاع دوزنا، ماشي ما دوزناش، ولكن دابا الحمد لله سبورتيف والحمد لله، ومهلين في والدينا، والله يسمح لينا من الوالدين، الله يحفظك، والله يدير شي تاويل ديال الخير لهاد البلاد هادي كامله. وكنطلبوا من سيدنا محمد السادس يشوف من حالنا ويشوف من حال الشباب، هادشي اللي كاين اخويا. هادشي كامل تيرجع بانه راه كيكون اغتصاب، تيكون القتل، كيكون في الاخر تيخسروا عليك راه مريض نفساني. الدوله خصها يعني بحال هاد الحماق اللي تيكونوا بحال دوك صحاب المخدرات بحال داكشي، خص داكشي يتفاداو، ينقصوا شويه من دوك المخدر. هذا ما يمكنش يقتل مو هكاك، والا مريض. منين جا هاد المرض؟ جا المرض من 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 مخدرات، من داكشي كيشمو، من لا دروغ، من الحشيش، من شحال من حاجه. دونك علاش ما ديروش الحل؟ هادشي كامل تيرجع للمسؤولين. ممكن يداروا مثلا السبيطارات المعالجه، ما كاين لا سبيطارات، ما كاين لا سبيطارات. دابا انا بنتي ديت هاد وصلت لها وغير باش ندوز وبيدياتر يعني الطبيب بالفلوس، وكتشد النوبه وما كاينش النظام، علم الله خلي المستشفيات ديال الحكومه وعموميه وداكشي، راه شي حاجه لا يعقل. كتمشي كتلقى السبيطارات العيالات والدين ما كاين لا بياس والدين غير في الزنقه. خصنا في المغرب محاربه الفساد،
محاربه الرشوه. الا ما تحاربوش هادو راه المواطن ديالنا غيعيش. صعيبه، ما يتقبلهاش العقل، ما يتقبلهاش العقل. الام كتولد 9 شهور كتحمل كتوحم كتولد كتوجع كتهز في الظهر كترضع حتى الولد حتى كيكبر في الاخر كيجي كيطعن الام ديالو تيقتلها. راه ما يتقبلهاش العقل. صعيب. الظاهره جديده في المغرب؟ لا، هادشي قديم، غير دابا مع الانترنيت ومع اليوتيوب مع انستغرام مع الفيسبوك داكشي كيبان، مي هادشي راه كان من زمان. والفضل هادشي كامل كيرجع للحكومه. الحكومه ما عندناش الطب، ما عندناش الامن. الحمد لله كاين، ولكن شحال قدو ما يحاصر الامن. كاين شي واحد كيقتل ولا اغتصب بحال داك عدنان، بحال واحد البنيه صغيره يلاه طلقات في الاخر. اشنو كيخسر عليك؟ راه طبيب، راه مريض نفساني. سميتو مرتبطه بالشغل، الا كان شغل الشباب ما يوقع حتى شي مشكل. يعني في نظرك انت التشغيل هي الاول، هو الاول باش مشات الشباب الدار. يا شباب هادي لقى فين يتحرك، الانسان كيبقى جالس وكيفكر اش غايدير، كيشرب القرقوب كيمشي يقتل شي واحد كيصدق هو. هذا هو المشكل. يعني البطاله عامل اساسي الاول. الا كانت اييه والقرقوبي، الا كانت المسائل، الا كان الانسان خدام غادي يلتجئ للمسائل هذو. هادي بحال كيفقد الامل دابا، كاين المستقبل ما كاينش، كيفقد الامل، كاين المستقبل ما كاينش، تيبان ليه والو في الحياه ديالو والو، تيشوف الاولين كما الناس الكبارين عليه حتى هما نفس المشكل. يعني الانسان كتلتجا للهجره وكتلتجا للحلول الاخرين، حتى هو المشكل اللي كيوقع دابا. بالك لقيتي مسائل في بلادك هنا كلشي موفر لك، هنا ما مشيتي شي بلاصه. مادام ما كاين ما يدار الانسان كيبقى يقلب على المشاكل، لان هو اصلا زعما واقع مشكل هو، وراه مشكل اصلا بعدا هو مشكل كاع. بحال قلت واحد الانسان دابا فقد الامل كاع بغا ينتحر، بحال بغا ينتحر هو اصلا كاع، انتحار هو كيف فكر الطريقه هو. ما هو كان الانسان خدام ومستقبله مزوج في الوقت وموفر الدار السكن وعنده الظروف ديال العيش وكذا، ما وقع حتى شي مشكل. لا هو الشباب اللي كتشوف مسكين بحال هكا، لا راه واعي القارين دابا اللي كتشوف دابا كاملين يهضر معاك يعطيك اي درس يحيح له يعطيك يدخل في اي موضوع، ماشي زعما مهبل ولا احمق ولا شي حاجه. اوكي باش ينسى شي الواقع كيتقرقب، باش غادي ينسى دوك المشاكل ديال الدنيا كيتقرقب، بحال مول الحشيش بحال مول الكارو بحال مول كيف هكا البليه باش كينسي هو. راه براسي الا سولتي راه عارف داكشي اللي كيدير، ماشي هو سميتو عارف عايق براسي بانه كيدير شي حاجه ماشي هو هذا. بالنسبه انت في نظرك شنو ممكن الدوله ديالنا خاصها دير؟ خاصها السبيطارات؟ الدوله ديالنا غادي نهتموا بالمسائل الداخليه هما الاولين، بعدا غادي نعالجوا راسنا لداخل. القاعده بطاله، الشباب ديالنا يخدم، الصحه، التعليم، المسائل هي الاساسيه باش الشباب ديالنا تلقى لها موجد قام مستعد للخدمه. ما كاين والو لداخل، بقاو نضربوا الشمس بالغربه، بقى ديما المشاكل عندنا في الداخل بحال هكا. الاساس ديال شي كلشي هي التعليم والخدمه والشغل، الصحه، ثلاثه الحوايج هادو يكونوا موفر لينا بعدا باش يلقى الانسان يعالج راسو، يلقى الانسان فين خدام، يلقى هادي ما وقعتش شي مشاكل. مهما ما عندناش هاد الحوايج هادو راه كنتخبطوا بحال هكا كنرونوا. ما كاينش الامكانيات عند الاخ ولا عند الولد مسكين في حاله غير طبيعيه، ما يمكنش انت غادي تقتل الام ديالك، راه امبوسيبل. ولكن اخويا شنقولك الله يهدي ما خلق، المغرب الا مشى هكا. هاي عاوتاني وحده وقعت هاد الكارثه عاوتاني في مكناس، ميم با 3 جوغ ولا البارح ولا ما نعرف علاش. حيت كيف تدين تدان، اغتصبتي تغتصب، قتلتي تقتل، ماشي كتمشي كتشد عام عامين كتطلق، هذاك الشيء كيتعاود. اغتصاب مور عدنان شي 3 ولا 4 ولا ما 10 ولا 20، غير داكشي سمعنا، مي داكشي ما سمعناش الله اعلم. يعني خاص واحد المعالجه الظاهره، خاص المعالجه. السبيطارات ما كاينينش، القانون ما كاينش، حتى حاجه ما كاين. قوانين المغرب ما كاين، لا قوانين عندنا لا حتى حاجه، لا قوانين لا حتى حاجه. صافي قتل، اعطي الرشوه، خرج. خاص الرجع، ما كاينش هادشي كاين عندنا. اغتصب مشى، هو مريض، هو خرج، عطيه 6 شهور، عطيه 8 شهور، هو خرج، صافي راه ولا عادي. كيعاود يكررها عاوتاني، يعني عند حقه ما حقه، راه عنده هادشي، عنده عقده من صغرو. خصنا الطب، خصنا المعاونه، نتعاونوا بعدياتنا، نتحدوا، فهمتي؟ مي هادشي ما كاينش في المغرب. هادشي ما كاين، هادشي ما كاينش، وهادشي ما تيعجبش. هادشي ولينا حنا كنخافوا حتى من ولادنا، نولدوا ونربيو، حيت ماشي الامهات اللي كيربيو ولا الاباء، الزنقه اللي كتربي. واش واحد قتل غيعطيوه 6 شهور
في نظرتك 6 شهور كافيه ولا 8 شهور؟ واش واحد اغتصب وقتل وفصل وسلخ ودفن غتعطيه 6 شهور ولا عام؟ هذا راه خصو 20، هذا ما خصوش الحبس، ما خصوش الحبس، ما خصوش الاعدام، خصو كيف ما كيف كيف تدين وتدان. صافي قتلتي وسلختي حتى انت تقتل قدام البشر قدام الامه العربيه، تقتل وتسلخ كيف ما درتي، قتلتي امك حتى انت يقتلوك بحال داك اللي قتل امه وهز الراس وكيضرب به، حتى هو خصو نفس المشكل. كيف تدين باش يكون عبره لوحدين اخرين؟ ماشي انت واش انت قتلتي دبانه ولا قتلتي سرق الزيت ولا قتلتي الام ديالك اللي ضحات، واخا تكون كاع سلقوطه خايبه هز بدل من بلاد البلاد، ما تقتلش الام ديالك. ولكن دابا غيضرب 6 شهور ولا 8 شهور الى لقاوه بعدا غادي يطلقوه بانه راه مريض نفساني. صافي اللي دار شي زبره في المغرب راه مريض نفساني. هادشي وهادشي ما كيشرش بالخير لوليداتنا ولا الدوله ديالنا ولا اش كيقولوا الناس الاوروبيين بالنسبه للمغرب ديالنا، ولا حتى السياحه وداكشي ما بقاوش كيبغيو يجيو للمغرب حيت ولاو تيخافوا. اش غيجي واحد يدير عندك وانت كتقتل امك؟ اش غنجي ندير انا عندك؟ يعني ما كاينش الامان، كاينش الامان في المغرب. شحال هذيك الناس كينعسوا غير في الزنقه. دابا ممنوع، دابا انت غاديه وصاك تحت منك وتليفونك تحت منك وخايفه. علاش علاش ما نمشيش في بلادي حره ونمشي كيما بغيت ونهضر ونضحك ونلعب ونقعد في الزنقه وناكل في الزنقه عادي مع وليداتي؟ ولكن ما كاينش المسؤولين، ما كاينينش شي فضل كيرجع للمسؤولين، ما كاينش. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.